بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قول الله عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. فيه أن أرض مصر مباركة مشارقها ومغاربها، أي كثيرة الخيرات، المبارك كثير الخير. الدليل على أن المراد أرض مصر قوله عز وجل: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فالله عز وجل أورث ملك أرض مصر لبني إسرائيل بنص هذه الآيات، أورث الجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم لبني إسرائيل. وذكر الله سبحانه وتعالى أن كلمته القدرية الكونية على بني إسرائيل الحسنى، على بني إسرائيل بالتمكين لهم في الأرض وإهلاك فرعون قد تمت. إنما وقع الحق بكلمات الله، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ولم يصفهم الله عز وجل بوصف أعظم من الصبر، وهذا أهم أوصافهم التي استجلبوا بها النصر والتمكين وزوال تسلط الأعداء. وكما ذكرنا من قبل أن التمكين يقع لعباد الله المؤمنين العاملين بالصالحات، ولا شك أن من أعظم ذلك الصبر على البلايا والمحن، والصبر على طاعة الله، والصبر عن معاصيه. وهذا كله يحصل في البلاء الذي ينزل من أجل الدين، فإنه يستلزم أو يكون متضمنا في الحقيقة للصبر على طاعة الله بالثبات على الدين وعدم موافقة أهل الباطل، فيه الصبر عن المعصية والصبر على ما يصيب من الآلام في سبيل نصرة الدين، هو الصبر على أقدار الله المؤلمة. لكن لما كان الإيمان والعمل الصالح عند بني إسرائيل
ليس من أوصافهم الظاهرة التي يذكرون بها كلما ذكروا، كان البلاء شديدا فالصبر عليه كان هو المفتاح الفرج الذي أتاهم من عند الله. وإذا وصفهم هنا قال: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وقد ذكر الله عز وجل المؤمنين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بوصف الإيمان والعمل الصالح والعبودية. العبودية عندهم أشمل، يعني لا شك أنها تشمل الصبر واليقين، ولكن العبودية وصف جامع لكل أنواع العبادات. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الكلمة الحسنى التي فيها الإحسان إليهم، وكما ذكرنا قول مجاهد هي قول الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فهي كلمة سابقة تمت وقعت واكتملت، اكتمل وقوع ما قدره الله وما من به على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وما كانوا يبنون، ملك وحضارة قائمة وسلطان عظيم، كل ذلك زال بأمر الله عز وجل ودمره الله سبحانه وتعالى. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه لأجل ما ارتكبوا من التكذيب بآية الله والاستكبار عنها وعلى رسول الله موسى وعلى هارون عليهما الصلاة والسلام. لذلك عاقبة الفساد في الأرض، عاقبة الشرك إلى التدمير، فالله عز وجل يدمر ما كانوا ما صنعوا وما كانوا يعرشون. ثم ذكر الله عز وجل ما حدث من بني إسرائيل بعد منة الله عليهم بمجاوزة البحر، فقال: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. يقول ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عما قاله جهلة بني إسرائيل لموسى عليه السلام حين جاوزوا البحر، وقد رأوا من آيات الله وعظيم سلطانه ما رأوا، فأتوا أي فمروا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قال بعض المفسرين: كانوا الكنعانيين، وقالوا كانوا، وقيل كانوا من لخم، قبيلة قبائل على حدود أطراف الشمال. أيما كانوا على هم قوم لا يفيدنا شيئا أن نعرف من أي قبيلة كانوا. قال ابن جريج: وكانوا يعبدون أصناما على صور البقر، فلهذا أثار ذلك شبهة لهم في عبادتهم العجل بعد ذلك، فقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، أي تجهلون عظمة الله وجلاله وما يجب أن ينزه عنه من الشريك والمثيل، إن هؤلاء متبر ما هم فيه، أي هالك، وباطل ما كانوا يعملون. روى الإمام أبو جعفر بن جرير في تفسير هذه الآية عن أبي واقد الليثي أنهم خرجوا من مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، قال: وكان للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمرنا بسدرة خضراء عظيمة، قال: فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال: قلتم والذي نفسي بيده
كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. روى الإمام أحمد عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل حنين فضررنا بسدرة فقلت يا نبي الله اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم تركبون سنن من قبلكم. رواه ابن أبي حاتم من حديث كثير ابن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده مرفوعا. قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. يذكرهم موسى عليه السلام بنعمة الله عليهم من إنقاذهم من أسر فرعون وقهره وما كانوا فيه من الهوان والذلة وما صاروا إليه من العزة والاشتفاء من عدوهم والنظر إليه في حال هوانه وهلاكه وغرقه ودماره فقد تقدم تفسيرها في البقرة. جاوز قوله عز وجل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. هذا فعل الله عز وجل بهم وهم قد فعلوا هم مروا هم عبروا البحر ولكن يذكر الله عز وجل الفعل منسوبا له سبحانه وتعالى امتنانا على عباده وتذكيرا لهم بفضله وتأكيدا على أنه خالق أفعال العباد وما كان لهم قدرة على أن يجوزوا البحر إلا أن يجاوز الله بهم البحر. ليس لهم قدرة على المرور من البحر لأجل الماء فجعله الله عز وجل ينفلق لموسى وكذلك أقدرهم على أن يمروا وأن التئم البحر على عدوهم وإلا لما جاوزوه وما استطاعوا أن ينجوا من عدوهم لو تمكن من اللحاق بهم. ودائما يذكر الله سبحانه وتعالى منته على عباده المؤمنين بفعل منسوب له عز وجل بذكر الفعل من أفعاله سبحانه كما قال عز وجل في سورة يونس وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا ليدل على جريمتهم. جاوزنا منه سبحانه وكرمه فأتبعهم فرعون للدلالة على عدله لأنهم حين بغوا وعدوا عاقبهم الله سبحانه وتعالى. وذكر سبحانه وتعالى فعله بقوم فرعون في موضع آخر فقال فأخرجناهم من جنات وعيون وهذا ليدل على ملكه سبحانه وتعالى وكمال قدرته فهو سبحانه المتصرف في أفعال عباده وهو الذي يجعلهم يفعلون سبحانه. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا التعقيب بالفاء عقب ذكر المجاوزة دليل على عدم شكرهم نعمة الله فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها والعياذ بالله. هذا يدل على عدم التفاتهم لنعم الله وعدم شهودهم لتدبيره حتى يطلبوا هذا الطلب الفظيع. هذه الآية دليل على خطر التشبه بالمشركين وخطر الإعجاب بهم لأنهم أعجبوا بما يصنعه هؤلاء المشركون عباد الأصنام ووقع ذلك في قلوبهم لذلك كان التحذير من مشابهة المشركين
حتى لا يقع الإعجاب بهم ومحبتهم في قلوب المسلمين فيتمنوا ما يفعلونه وتمنوا التشبه بهم، نعوذ بالله من ذلك. فأتوا على قوم يعكفون فيه خطر ملازمة الأوثان، وكذا العكوف الملازمة، فهم يعكفون على أصنام لهم، فتنة الصور وفتنة الاعتكاف عندها، كما يقع من ملازمة الأوثان التي على القبور، قبور الصالحين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالعكوف والملازمة عند القبور وعند الصور وعند الأوثان يترتب عليها ما حدث من بني إسرائيل من إشرار حب عبادة العجل في قلوبهم، والعياذ بالله. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذه مناقضة صريحة، طلب يتضمن مناقضة صريحة لشهادة أن لا إله إلا الله. اجعل لنا إلها، وهو دليل على شدة تبعيتهم لموسى، ولكن بلا فهم وبلا علم. فهم يطلبون من موسى أن يشركوا بالله، لكن يحدد لهم هو من الذي يشركون بالله. كما ذكرنا هذا نقد صريح لشهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله. وليس في القصة أنهم استمروا على ذلك فلم يكفروا، وإنما طلبهم هذا كفر واضح، لأنه طلب عبادة غير الله. ومن رضي بعبادة غير الله من نفسه أو من غيره فهو مشرك، نعوذ بالله. وأما الجهل الذي وصفهم به موسى صلى الله عليه وسلم، فهل هو الجهل الذي يعذرون به؟ نقول ليس بظاهر في قصة بني إسرائيل، لأنهم طلبوا صراحة إلها، وهذا يناقض شهادة التوحيد مباشرة، ويبعد أنهم لم يعلموا شهادة التوحيد. فإن موسى صلى الله عليه وسلم من أول دعوته لفرعون، وقبل ذلك عندما كان له شيعة من بني إسرائيل، كانت دعوة التوحيد ظاهرة، والدعوة إلى عبادة الله رب السماوات والأرض، وقد أقام موسى الحجج على ذلك. فمن بلغته لا إله إلا الله لم يكن معذورا في جهل ما تدل عليه من عدم عبادة غير الله، وإنما جهلهم هنا جهل ناشئ عن إعراض عن الفهم، وناشئ عن عدم علم بعاقبة الشرك، وكلاهما ليس من الجهل الذي يعذر صاحبه به فلا يكفر. وإنما زجرهم موسى فانزجروا، زجرهم موسى فرجعوا من ساعتهم. وقد وقع مثل ذلك من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، حدثاء العهد بالشرك، كما في قصة ذات عنوات، ذلك في حديث أبي واقد الليثي. لكن هناك فرق، وهو ظهور مناقضة ما طلبه بنو إسرائيل للا إله إلا الله، أوضح ما يكون، وخفاء اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، بالنسبة إلى مناقضة كلمة لا إله إلا الله. فلأن هذه صريحة واضحة، ليس هناك عذر في بالجهالة فيها، إلا لو لم تكن بلغتهم كلمة التوحيد لا إله إلا الله، بخلاف حديث أبي واقد، فإنه يلزم منه أن يعلم أولا أن الشرع قد جاء بأن التبرك عبادة، وأنه لا يكون إلا بما شرع الله عز وجل، وأن طلب النفع ودفع الضر من الأشجار بالعكوف عندها وتعليق الأسلحة ونحو ذلك هو من الشرك بالله. فلا بد أن يعلم أن هذا يناقض كلمة التوحيد،
فإذا أصر بعد ذلك حكم عليه بالشرك. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يذكر ويقول أن الشرك فيه أصغر وأكبر، لأنهم لم يكفروا بذلك في قصة ذات أموات، وهذا في كتاب التوحيد، ويقول إنهم لم يفعلوا، فكأنه جعل الطلب ليس كالفعل في هذه المسألة. والصحيح أن الفعل أشد لا شك في ذلك، وقد غضب موسى صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا لما فعلوا وعبدوا العجل، أشد من غضبه لما طلبوا، لكن لا يعني ذلك أن الحكم يختلف، فإن الرضا بالكفر كفر وطلب الشرك شرك. فمن طلب أن يعبد غير الله صراحة فقد رضي بعبادة غير الله، ولم يقل، وهذا ناقض للا إله إلا الله. يبقى أن نقول كيف لم يكفر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط. نقول الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقسم أن قولتهم كقولة بني إسرائيل، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فهذا يدل على أن الكلمة كلمة كفر أكبر، وليس كما ذكر الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد أنه كفر أصغر. وقد ذكر هو رحمه الله في كشف الشبهات أنها شرك أكبر، لكن كان المانع من التكفير هو الجهل، وليس هو جهل الإعراض ولا هو جهل العاقبة، فإنهما نوعان من الجهل لا عذر فيهما، وإنما جهل عدم البلاغ أن التبرك بالأشجار وطلب جلب نفعها ودفع ضرها عبادة لها من دون الله عز وجل أو مع الله عز وجل، فهذا فيه جهل عدم البلاغ متصور، حيث قال الشيخ رحمه الله في كشف الشبهات وفي هذه القصة أن المسلم بل العالم قد يقع في أشياء من الشرك وهو لا يدري، فإذا نبه وتاب من ساعته لم يكفر، من ساعة ما علم، يعني إذا نبه وتاب من ساعته، من ساعة ما علم أن هذا أمر محرم لم يكفر. وهذا هو الوجه الصحيح في هذا الحديث، أنهم كانوا حدثاء فقالوا اجعل لنا ذات أنواط، لا يعلمون أن هذه تناقض لا إله إلا الله، بخلاف يعني طلب بني إسرائيل. النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن هذه كهذه في الصفة، ولكن من جهة الشخص المعين فإنه يلزم إقامة الحجة كما ذكرنا، والحجة قائمة في اجعل لنا إلها كما لهم آلهة بشهادة لا إله إلا الله. وأما الحجة في اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فهي تكون بتوضيح الدليل على أن هذا من الشرك، وأن هذا يخالف ما شرعه الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. وفيه أن المنتقل عن باطل لا يؤمن عليه أن يتأثر به ويعود إليه سريعا، لأن هؤلاء كانوا لأنهم كانوا حدثاء عهد بشرك، فلما وددوا ذات أنواط بادروا إلى طلب اتخاذها. وبنو إسرائيل كانوا أيضا يعني فيما كانوا فيه من القهر يعني الاستعباد ورؤية عبادة غير الله من الفراعنة وآلهة الفراعنة، كانوا أيضا يسهل عليهم أن يطلبوا هذا الطلب الفظيع، وهو اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وفيه خطر التشبه بالمشركين وخطر التشبه بأهل الكتاب. أبو واقد الليثي ذكر أنهم طلبوا التشبه بالمشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من التشبه ببني إسرائيل، وقال إنكم تركبون سنن من كان سنن من قبلكم، يعني تتبعون سنن من كان قبلكم، وهذا فيه أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، ولا
يجوز أن نتبع هؤلاء ولا هؤلاء. فالمشركون شر البرية والكفار من أهل الكتاب مثلهم، فلا يجوز لنا أن نتبعهم ولا أن نتشبه بهم في شيء من شؤونهم. وفيه الشدة على من قصر في طلب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم مع أن عادته كانت الرفق بطالب العلم، إلا أنه كان يغضب في مسائل التوحيد والشرك ويغلظ فيها. ولذا كبر صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر، وأقسم قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ثم ذكر موسى صلى الله عليه وسلم منة الله عز وجل عليهم بتفضيلهم على العالمين، فكيف بعد ذلك يطلب أن يعبدوا إلها غيره؟ قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. ثم ذكر إن جاءه لهم من آل فرعون، كل ذلك ليستجلب شكرهم وتوحيدهم. فإنما الشكر يكون بتوحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته وحده لا شريك له. فالشكر هو قيد النعم، فالله عز وجل أعطاهم نعما عظيمة، فلا بد من شكرها بتوحيده. والشرك ينافي الشكر تماما، لأن الشرك كفر، والكفر هو ضد الشكر والعياذ بالله. يقتلون أبناءكم أي الذكور ويستحيون نساءكم أي يتركونهن أحياء للخدمة، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فامتحنهم الله بالشدة ثم امتحنهم بالخير. وفي كل الموضعين لابد من الصبر والشكر، والله أعلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله.